يا حامل من السنة القرآن الأولى إلى لحد 4 سنوات، هذه المرحلة جدا مهمة، أو لحد 6 سنوات يجب على الأقل إذا كان مثلا الطفل لغته الأم هي اللغة العربية أن تبدأ معه بالأحرف العربية، يجب أن يتقن مخارج الحروف، بعد ذلك أدخل له لغة ثانية. أنا أعرف أنه بسبب يعني الانفتاح على الثقافات الأخرى بعض الأهالي قد يدخلون أبنائهم مدارس أجنبية، تمام؟ لا مانع من أن نطلع على ثقافات غيرنا، لكن ليس بسن مبكرة. وإذا اضطررتم إلى إدخال ابنكم في مدرسة أجنبية، رجاء كثفوا اللغة العربية. لماذا؟ يجب أن من الصغر أن يتقن الطفل لفظ الأحرف العربية. اللغة العربية لغة القرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لكن ما شاء الله، لما جهلنا كان الجهل بلغتنا جهلنا ديننا، الجهل بالدين كان من أسبابه الجهل باللغة العربية، ولهذا نحتاج أن ترجع الأمة. لعل الآن ينظر إلي من يعرف هذه الأمور. أنا لا أستطيع أن أقول شيئا ربما ليس صحيحا أو أنه لم يقع، لا، هذه أمور أن تحدث. والله العالم كله الآن، كانت اللغة العربية منذ سنتين كانت اللغة العربية تحتل في قاموس أو في لائحة اللغات، كانت تحتل المرتبة الثالثة، ومن قبل كانت في المرتبة 25. تعرف الآن متى وصلت؟ في نوفمبر العام الماضي أعطي للغة العربية الأولى في العالم، هي الأولى في العالم، لكن لم يستطيعوا أن يصرحوا بهذا الأمر، ولهذا أصبح كثير من الدول الآن اللغة الثانية هي اللغة العربية.